بسم الله الرحمن الرحيم. احنا المحاضرة اللي فاتت قلنا مقدمة الانيميا، قلنا ديفينيشن هو اعجب ديفينيشن شفناه في حياتنا، وقلنا الباثوفيسيولوجي، وقلنا كلاسيفيكيشن، وقلنا كلينيكال بيكشر عموما، كلينيكال بيكشر عموما مش بتاعة انيميا معينة، وقلنا هاو تو انفستيجيت، وقلنا التريتمنت ديبندز ابون ذا كوز، وده مهم جدا. النهاردة ان شاء الله محاضرة مهمة جدا 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 جدا، ميجالوبلاستيك انيميا. ميجالوبلاستيك انيميا هي اول نوع هناخده من الانيميات، وهو نوع عنيف وشديد وسخيف، عشان كده بنبتدي بيه. واحد هيرد عليا يقول لي طب ما تبتدي بالايرن ديفيشنسي اللي هي مور كومن، اقول لك لا، انا هبتدي بمور سيريس، مش هبتدي بالمور كومن، هبتدي بالمور سيريس، وهي الميجالوبلاستيك انيميا. هقول فيها ايه؟ هقول فيها ديفينيشن، وهقول فيها باثوفيسيولوجي، كلينيكال بيكتشر كبيره جدا، وانفستيجيشن مهمه جدا، وتريتمنت في الاخر. What is the definition of megaloblastic anemia? It is hematological disorder. وحنقف عند كلمة hematological disorder دي بعد شوية. ليه المشرح حط كلمة hematological؟ ليه هو مشكلة في الدم؟ طب هو مشكلة في الجسم كله، لكن هو حددها الhematological disorder. Characterized by the following. أربع حاجات. Characterized by أربع حاجات. أما أقول رقم واحد، المفروض البني آدم اللي صاحي وواعي معايا يغمى عليه. ده رقم واحد، يغمى عليه يقول لي إيه ده؟ إحنا هنبتدي بقى الكلام اللي مش سليم. What is megaloblastic anemia? It is hematological disorder characterized by واحد pancytopenia. تقول لي يا نهار أسود، بقى أنت بتقول لي pancytopenia وبتقول لي اسمها megaloblastic anemia. بانسايتوبينيا يعني نقص الار بي سيز، ونقص الوايت سيلز، ونقص البليتلا. طب اشمعنى سميتها انيميا؟ اشمعنى سميتها على اسم الار بي سيز فقط؟ لان الكلينيكال مانيفستيشن ديو تو انيميا. كلينيكال مانيفستيشن اوف ميجالوبلاستيك انيميا ديو تو انيميا، لكن لو حللت دم هلاقي الثلاثه ناقصين. اتيز بانسايتوبينيا. لها كاركتر في البانسايتوبينيا؟ اه. With evidence of macrocytosis، خلايا كبيرة. يبقى what is megaloblastic anemia؟ It is hematological disorder characterized by the following. واحد، pancytopenia with evidence of macrocytosis. اثنين، megaloblastic changes of the bone marrow. لو دخلت في البون مارو، خدت عينة من البون مارو من نخاع العظم، هلاقي كله megaloblast، وهقول لكم ازاي بتحصل. ثلاثة، يا إما نيورولوجيكال يا إما جاسترو انتستاينال يا إما الاثنين. دي كلمة اللي هتشوفها في المراجع اللي هتذاكر فيها، كلمة and or شرط and، يعني كما ذكرت في القرآن عندنا أحدهما أو كلاهما، يعني يتلاقي واحدة منهم يا الاثنين، جاسترو انتستاينال بس أو نيورولوجيكال بس، يبقى أحدهما أو كلاهما، يبقى الاثنين جاستر انسان كومبليكيشن، بيحصل مضاعفات عنيفة جدا 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 من مجال بصري في الجهاز الهضمي والجهاز العصبي، جاستر انسانل اند اور نيورولوجيكال كومبليكيشن. الحاجة الرابعة والأخيرة، فيري جود ريسبونس تو بي 12 اند اور فوليك اسيد اند اور لتاني مرة. يبقى وات از ذا ديفينيشن؟ سهل جدا. What is megaloblastic anemia? It is hematological disorder. Hematological. هي مشكلة في الدم. Characterized by 1. Pancytopenia with evidence of macrocytosis. 2. Megaloblastic changes of the bone marrow. 3. Gastrointestinal or and أو and or neurological complication. نمرة 4. Good response to B12 and or folic acid. يا هيستجيب للB12 لوحده B12، يا الفوليك اسيد لوحده، يا الاثنين مع بعض. ادي الديفينيشن، سهل سهل جدا جدا جدا. هيماتولوجيكال ديس اوردر، خلي بالكم هنقف عندها تاني. طبعا الحته المهمه جدا اللي تتقفش فيها الباثوفيسيولوجي، ايه اللي حصل؟ ركز معايا بقى، ركز معايا في اللي حصل. بيفور اني سيل تو ديفايد
it must reduplicate its amount of DNA. عشان خلية تنقسم لازم الـ DNA اللي في النيوكليوس يتضاعف. خلاص؟ أنا عندي بخمسة DNA لا أستطيع الانقسام بتاتا إلى اللي بقوا عشر. Before any cell to divide, it must reduplicate its amount of DNA. تضاعف الكمية. وهذا منطقي جدا يا أخوان، جدا. مش خليتين طالعين جداد هل يحملوا نصف الصفات؟ لا، هياخدوا نفس الصفات الخلية الأولى. فعشان كده أضاعف كمية عشان كل خلية تطلع بنفس الكمية بتاعت الخلية الأم. يلا نقولها تاني. Before any cell to divide, it must reduplicate its amount of DNA. واضحة؟ الحمد لله. DNA formation عايز حاجتين. عشان اعمل DNA عايز B12 وفوليك أسيد. عايز الاثنين. هذه الخطوة الثانية. طيب الهيموجلوبين فورميشن لا بيحتاج DNA ولا فوليك أسيد. خلاص؟ يبقى سيادتك لما تجيب عيان عنده نقص B12 او فوليك أسيد او الاثنين، يبقى سيادتك عملت له ايه؟ الريست اوف ديفيجن. ما قدرتش تنقسم لانها مش قادره تريدبليكيت الدي ان ايه، يبقى في الريست اوف ديفيجن. طيب هي ما انقسمتش، هل بتكبر؟ لا بتكبر، لان الهيموجلوبين فورميشن والسيتوبلازميك فورميشن عموما مش محتاج دي ان ايه ولا فوليك اسيد، فتبتدي تكبر. وهذا هو سر كلمه انيميا ميجالوبلاستيك اللي هي متعملقه اللي هي الكبيره. ليه الخلايا بتكبر؟ لانها مش قادره تنقسم، وفي نفس الوقت انا مش مانعها من انها تكبر، تكبر براحتها. يبقى ده السر. هل في ادله على كده؟ يس طبعا طبعا، ادله كثيره جدا. خد خلايا من اللي بتتكسر في الجسم على طول، خلايا الماوث البكر ميوكوزا، وانت بتاكل بتاكل لك شويه خلايا مش مشكله، المعده الفاجينا، كل دول خلايا بتتكسر كتير. في نقص بي 12 او الفوليك اسيد، لو خدنا عينه من البكر ميوكوزا او الاستومك او الفاجينا هنلاقي جاينت سيلز، خلايا كبيره. ليه؟ مش قادره تنقسم، وفي نفس الوقت مش ممنوع منها تكبر، هي بتكبر وما بتنقسمش. اسباب النيورولوجيكال كومبليكيشن محدش عارف، محدش عارف. هي لا تفسر بنقص بي 12 ولا بالفوليك اسيد ولا تفسر بالانيميا. في ناس عندها نفس درجه الهيموجلوبين واطي ما عندهاش مشكله خالص في السي ان اس النيورولوجي، يبقى لا تفسر بالانيميا ولا قادرين نفسرها بهذه المانيفستيشن بتاعت البيت والفوليك اسيد. فاحنا نحط عليه علامه استفهام ان دي انيميا معاها نيورولوجيكال كومبليكيشن. هيسالك ايه الكوز اوف نيورولوجيكال كومبليكيشن، نقول له يعلم الله، يعلم الله بهذا الكوز. يبقى اتفقنا على ان الباثوفيزيولوجي سهل جدا جدا جدا. Before any cell to divide, it must reduplicate the amount of DNA. DNA formation needs B12 and folic acid. In absence of B12 or folic acid, there is arrest of division. Arrest of division. مفيش division. فالخلايا بتكبر، فنلاقي كل الخلايا ميجالوبلاست. طب تعال نشوف ايه اللي حصل. في البون مارو أنا بدل ما أعمل نورموبلاست عملت ميجالوبلاست، إحنا متفقين. تقول لي برافو. أقول لك في أوامر من عند ربنا سبحانه وتعالى، الخلية الغير طبيعية ما تخرجش. مش فاهم. الخلية الغير طبيعية اللي اتعملت في البونمارو ما تخرجش في البريفر بلاد، ما تطلعش في الدم. وبالتالي الميجالوبلاست ممنوع إنها تطلع. تفضل جوه. وتنتهي حياتها جوه، يعني انترا ميدلري هيموليسيس، حياتها انتهت جوه البون مارو. هل لها اسم دي؟ طبعا العلماء حطوا لها اسم جميل جدا جدا جدا، ان افكتيف اريثروبويس. اريثروبويس يعني صناعه الدم، هو قاعد يشتغل بس انا مش مستفيد منه لان الخليه اللي اتعملت ما طلعتش في البريفيرال بلاد. ان افكتيف اريثروبويس، فده الميجالوبلاست اللي جوه.
طيب ما احنا عندنا ناس ممنوعين من السفر، ناس في مصر ممنوعين من السفر، تروح مثلا وانت بتطوف تلاقي واحد من الممنوع من السفر بيطوف معاك، تقول له طلعت ازاي؟ يقول لك طلعت خلاص. كذلك الميجالوبلاست رغم انها ممنوع انها تطلع انما بيهربوا من البون مارو، بس لو هربت عيب لو سميتها ميجالوبلاست، اسمها ماكروسايت، اسمها ماكروسايت. ما قيل على الار بي سيز يقال على الوايت سيلز والبليتلت، لا في وايت سيلز بتتعمل ولا بليتلت بتتعمل، ومن هنا جاءت كلمه بانسايتوبيني، ده العيان عنده بانسايتوبيني، الثلاثه ما بيتعملوش. اللي طلعت بره في البريفر براد اسمها ماكروسايت، في بقى زي اللي هرب من مصر في الانتربول ياكله، في السبلين ياكلها. يبقى عم اجي اسالك سؤال خطير جدا جدا جدا، وات ار ذا كوز ولا كوزس، وات ار ذا كوز ولا كوزس اوف انيميا الميجالوبلاستيك انيميا؟ تقول لي ثلاثه، في ثلاث اسباب بيعملوا الانيميا في الميجالوبلاستيك انيميا. واحد الريست اوف ديفيجن، مفيش انقسام، بدل ما هبقى اثنين انا واحد. اثنين ان افكتيف اريثروبويس، حتى اللي اتعملت في البومارو ما بتخرجش. ثلاثة رابيد سيكوستريشن باي سبلين، السبلين ياكل كل الخلايا اللي مش سليم. تبقى انيميا عنيفة ولا مش عنيفة؟ لا دي عنيفة جدا. عنده اريست اوف ديفيجن، عنده انترا ميدلر هيموليسيس اللي هي ان افكتيف اريثروبويس، حتى اللي قدرت تهرب السبلين لقطها وما خلهاش تكمل حياتها في البريفيرال بلاد. This is the pathophysiology of megaloblastic anemia. مهم جدا 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 جدا. What are the causes؟ أظن يبقى عبيط وعايز الضرب اللي ما يقولش بي 12 وفوليك أسيد وبس. يبقى ما أقول لك إيه اللي يعمل megaloblastic anemia تقول لي إما نقص بي 12 وإما نقص فوليك أسيد. ولا رأى ثالث له. ما فيش سبب ثالث. لماذا؟ لان انا قلت بيفور ان سيل تو ديفايد ات ماست ريد ابليكيت اماونت اوف دي ان اي، دي ان اي فورميشن نيدز بي 12 فوليك اسيد. بس لو ده نقص مش هيحصل ريد ابليكيشن، ولو ده نقص مش هيحصل ريد ابليكيشن، وبالتالي مش هيحصل ديفيجن، وبالتالي يبقى وات ار ذا كوز اوف ميجالوبلاستيك انيميا بي 12 وفوليك اسيد ديفيشنسي. خلصت القضيه؟ لا، هروح سالك السؤال المهم جدا، الكوز وبي 12 ديفيشنسي، الكوز يعني هي جدعانه اقول لك كده؟ تقول لي لا ده سهل جدا جدا، الكوز وبي 12 زي الكوز اوف ديفيشنسي في اي حاجه، دايما يبدا بكلمه مهمه جدا ديمينيش الانتيك. يعني ما وات ار ذا كوز اوف كالسيوم ناقص، تقول لي رقم واحد ما باخدش كالسيوم بالبق، واحد حلف على منتجات الكالسيوم ما ياخدها وده نادر جدا. خلاص اقول لك ما نقص الجرجير، تقول لي واحد ما كانش جرجير، ما نقص الزباله، واحد ما كانش زباله. خلاص يبقى ما نقص بي 12 واحد ما كانش بي 12. تروح سائل السؤال اللي بعد كده، طب بي 12 موجود في ايه؟ ما كانش ايه البي 12 يا اخوانا؟ لا يوجد الا في انيمال برودكت. بي 12 لا يوجد الا في انيمال برودكت، يعني يقول لك الملوخيه فيها بي 12 اضربه بالجزمه، اللي يقول لك الكوسه فيها بي 12 ضربه بجزمتين. البي 12 لا يوجد الا في انيمال برودكت، لحمه، كبده، مخ. واحد غاوي ياكل فروه خروف فيها بي 12، ياكل قرون الخروف فيها ما دام جاي من حيوان تبقى فيها بي 12، هو منتج حيواني. واضح؟ يبقى ديمينيش انتيك اللي ما كلوش لحمه، اللي ما شافوش اللحمه، مش قصدي لحمه، لحمه فراخ سمك اي بروتين حيواني، بس حيواني لازم انيمال برودكت. ربنا ما يعرفش كده، ربنا سبحانه وتعالى اللي خلقنا ما يعرفش ان في ناس فقراء، ما يعرفش، وانه مش هيشوف اللحمه اللي في العيد لما واحد يديله حته قد كده ويفضل السنه كلها. يعني اذا ربنا حكم على الفقراء ببي 12 ديفيشنسي، طب وربنا عادل؟ سبحان الله، سبحانك الله، يوجد بكتيريا في الانتستين في الكولون تطلع بي 12. شوفوا تقولوا سبحان الله. يبقى اللي ما كانش لحمه عنده بكتيريا، يبقى يلا نقول بقى وات ار ذا كوز بي 12 ديمينيش انتيك،
انيمال، اما اقول لك البي 12 موجود في ايه تقول لي انيمال اند بكتيريال برودكت، هو معمول من البكتيريا. عشان كده اللي بياخد انتي بايوتكس، دكاتره زمان كان لو كتب اسبوع انتي بايوتك يكتب معاه بي 12 لانه خايف على البكتيريا. على فكره البكتيريا مش ضاره، دي بكتيريا عايشه وظيفتها تطلع بي 12. بس الدكتور بتاع زمان ده غلطان، لان الستورز بتاعتي من البي 12 مخزوني من البي 12 يكفي من سنه لسنتين. اما اخد اسبوع مضاد حيوي هيحصل لي حاجه؟ لكن افرض انا عندي لا قدر الله ضرر وهو السل، الانتي بايوتيك بيستمر من سنه لسنه ونص، لا اديله بي 12 بقى. ده مهم جدا. ليه؟ لان انا قاعد سنه لسنه ونص اخد مضاد حيوي فبموت البكتيريا، وبالتالي يبقى لازم سبلمنت بي 12 سواء كان ناتشرال اللي هي منتجات اللحوم او ان انا اديله اقراص او كده. يبقى اول سبب من اسباب نقص البي 12 يا اخوانا هو ديمينيش انتيك. هتروح مسؤول السؤال المهم جدا، اين يوجد البي 12؟ انيمال بس لا وبكتيريال برودكت. اتفقنا؟ ده رقم واحد ديمينيش انتيك ما خدش. نمره اتنين، انا بمتص اي حاجه ازاي؟ لها مستقبلات. يعني ايه مستقبلات؟ يعني ريسبتورز. يعني اخدت جلوكوز، الجلوكوز له ريسبتورز، له خدت كالسيوم، الكالسيوم له ريسبتورز، خدت صوديوم، الصوديوم له ريسبتورز. هقول لكم قنبله بقى مش هتصدق، البي 12 ملوش ريسبتورز. سبحانك الله، سبحان الله، البي 12 ملوش ريسبتورز. يعني لما اخد بي 12 لا يمتص لان ملوش ريسبتورز. انا باخد بي 12 المعده تشوفه تطلع له ماده اسمها انترنسك فاكتور، تمسك في البي 12. الريسبتور للانترنسك فاكتور مش البي 12. هقول جمله اذا فهمتوها ابعتوا لي قولوا لي فهمتوها، ما فهمتوهاش نعيدها تاني. انت تمتص من البي 12 بقدر ما انتجت من هذه الماده وليس بقدر ما اكلت من البي 12. كلت بعشرين قرش بي 12 طلعت بخمسة ساغ هذه المادة، أنا خدت بخمسة بس لأن الريسبتور موجودة لهذه المادة اسمها انترنسك فاكتور. الانترنسك فاكتور ده بيطلع من المعدة يشوف فين البي 12 يروح ماسك فيه. مين اللي بيخش في الأمعاء؟ الانترنسك فاكتور واخد البي 12 معه. يبقى أنت تمتص من البي 12 بقدر ما أنتجت من انترنسك فاكتور. وبالتالي السبب الثاني المهم جدا للنقص البي 12، ما عنديش معده. واحد في جراحه راح شايل معدته خلاص، مهما اديته بي 12 مش هيمتصه لانه ما عنديش الماده اللي بتخلي البي 12 يخش في دمك. تمام؟ تلاقي جراح حلوف، حلوف شال واحد معدته، هو عارف قصه البي 12 خفيف كده، بعد ما شال له المعده يقول خلي بالك عشان ما ينسى، يبقى خد اقراص بي 12. يخرب بيتك، يخرب بيتك، لو خد اقراص يا ابني مش هيمتصها، يبقى ده هيعيش عمره كله بحقن بي 12 بارنترال. لماذا؟ لان ذيس از نوت افكتيف، لانه ما عندوش انترنسك فاكتور. في مرض اسمه بيرنيشوس انيميا، الانيميا الخبيثه، ده بيبقى هنتكلم عليه بالتفصيل، مشكله في المعده. نمره ثلاثه، اخواننا اللي بنحبهم جدا اهل السودان بيحبوا الشطة جدا، فمعظمهم عندهم كورونيك جاسترايتس. في نوعين من كورونيك جاسترايتس، في تايب A وتايب B. تايب B ما فيهوش انترنسك فاكتور، وبالتالي هتلاقي جالهم عدد كبير منهم ميجالو بلاستيك انيميا ديو تو كورونيك جاسترايتس. انا قلت ثلاث حاجات، جاستريكتوم، بيرنيشوس انيميا اللي هتكلم عليها بالتفصيل، اند كورونيك جاسترايتس تايب بي مش تايب اي. في السمول انتستين يروح واحد سائل سؤال مهم جدا، اين توجد الريسبتور بتاعه الانترنسك فاكتور؟ مفيش ريسبتور البي 12. اين توجد هذه الريسبتور؟ في التيرمينال ايليوم، اخر الايليوم. اذا اي ديزيز في التيرمينال ايليوم يعمل ميجالوبلاستيك انيميا، الريسكشن اوف تيرمينال ايليوم، قصتها وشلتها
بعمل زايده، بعمل اي حاجه، وكانت في مشكله شايف كرونز ديزيز، اي تي بي، اليوسيكال تي بي، كل الحاجات دي بتأفكت التيرمينال إليم اللي هو المكان المسؤول عن الابسورشن. طب الابسورشن ده اللي بيشيله ماده، نقص هذه الماده، الماده دي معموله بالليفر، نقص هذه الماده، يعني هي ماده معموله بالليفر تشيل الهيصه دي توديها على البون مارو. طب الماده مش موجوده، الهيصه دي مش هتروح على البون مارو، يبقى ممكن جدا ليفر سيروزس، يحصل فيه ميجالوبلاستيك انيميا ديو تو نقص الترانسبورت اوف ذيس سبستانس تو ذا بون مارو. طب في دراجز انترفير؟ طبعا طبعا في دراجز انترفير مع ذيس ترانسبورت. يبقى الاسباب عديده جدا جدا جدا. يبقى ما اسباب ميجالوبلاستيك انيميا؟ يا بي 12 ديفيشنسي يا فوليك اسيد ديفيشنسي. طيب بي 12 خلصنا منه، ديمينج انتيك اتفقنا عليه، ما بياكلش لحمه لكن عنده بكتيريال برودكت، جاستريكتومي، برنيشس انيميا، كرونيك جاسترايتس، مال ابسورشن سندروم، واحد ما بيمتصش كل حاجه من ضمنها البي 12 والفوليك اسيد والحاجات دي كلها. في دراجز تعمل يس، في ليفر يعمل له دور لان هو اللي بيطلع الماده المسؤوله عن ترانسبورت اوف ذيس بي 12 تو ذا بون مارو. طيب نسال نفسنا سؤال، الفوليك اسيد نقصه سؤال مهم، يعني مور كومن ولا ليس كومن عن بي 12؟ مور كومن، يعني لما اشوف ميجالوبلاستيك الاول افكر في فوليك اسيد ولا بي 12؟ انت عندك فلفل اسود في البيت، برطمان قد كده عمره ما بيخلص، مع انه قد كده خلاص، وعندك كيس رز بيخلص في يوم ويوم ونص او في يوم واحد، الفلفل الاسود هو البي 12. جود ستور ماينيوت نيدز، انت عندك الليفر في بي 12 يكفيك سنتين او سنة ونص، واحتياجك في البي 12 بلا شيء كل يوم، يبقى نادر الاقي بي 12 نقص. انما الفوليك اسيد ملوش ستورز خالص وبيج نيدز، انا عايز كمية كبيرة كل يوم وملوش ستورز، يبقى لو لقيت ميجالوبلاستيك انيميا اول حاجة افكر فيها فوليك اسيد او فوليت ديفيشنسي. فلفل اسود والرز ما تنساش، الرز احتياج عالي والمخزون قليل، والفلفل الاسود رغم ان هو قد كده بس ده مخزون عالي جدا واحتياج قليل جدا جدا في اليوم، عشان كده فوليك اسيد او الفوليت از مور كومن. الفرق اللي بينهم الكومبليكيشن، ادي اللي كوزس خلصنا منها، هنقول في الكومبليكيشن هنيجي بعد كده لحاجه هامه جدا جدا، كلينيكال بيكتشر اوف بي 12 ديفيشنسي. يلا نختار واحد نتكلم عليه، مش معقول هتكلم على كل البي 12، اختار لي واحد اقول لك اختار الكومن. فين برنيشس انيميا؟ برنيشس انيميا بالعربي اسمها الانيميا الخبيثه، على فكره ميجالوبلاستيك انيميا يعني الانيميا المتعلقه كبيره عظيمه يعني، فبرنيشس انيميا هي الانيميا الخبيثه. وات از ذا ايتيولوجي؟ ايه الانيميا الخبيثه؟ اولا لا توجد في بلادنا، بلادنا انا مصري والمنطقه كلها نادره جدا، برنيشس نادره جدا جدا جدا. طب موجوده فين؟ انا كنت في اسكتلندا، قعدنا حوالي شهرين ثلاثه في اسكتلندا نتعلم، فما شفتش برنيشس انيميا اللي في اسكتلندا. جبنا الكتب طلعت انها في شمال العالم، كندا، اسكتلندا، روسيا، كل شمال العالم فيه. ليه؟ يعلم الله. لكن لو قلت لكم النظريتين اللي بتفسرها تصدقوا انها فيها لها اماكن محدده. النظريه الاولى انها جينيتيكالي، نحط تحتيها 3000 خط، جينيتيكالي ديتيرمنت weakness of the mucosa of the stomach occur at the middle age. يعني انا عندي جين بيقول لي معدتي الجدار بتاعها تعالى في متوسط العمر وما تشتغلش. genetically determined weakness of the mucosa of the stomach occurring in the middle age عند سن 35. طيب النظرية التانية جميلة جدا جدا جدا، ان ده مرض مناعي بيطلع antibodies ضد البارايتال سيلز. تقول لي انا البارايتال سيل دي غريبه، اقول لك لا، البارايتال سيل في الاستومك هي اللي بتعمل انترنسك فاكتور، هي اللي بتعمله، فبيطلع انتي بودي ضد البارايتال سيل اسمها انتي بارايتال سيل انتي بودي، وحللوها وشافوها فيبقى اوتو اميون ديزيز، بيحصل عند سن 30 35 سنه، بيحصل في بني ادم معين
ابيض في السمر، لا عيني ملونه، عشان كده بلادنا قليل جدا جدا في هذا المرض بريماتور جري اوف هير. كان في كاتب زمان طبعا انتوا ما توعوش عليه اسمه يوسف السباعي، كان نفس الشكل بتاع بيجالو، هو ما كانش عنده بس هو الشكل كان ابيض وعينيه ملونه وشعره ابيض، بس شعره ابيض عايزينها يبقى بدري شويه عند سن 30 شعره ابيض. وايت فيشز كالرد ايز اند بريماتور جري اوف هير، شعره بيض قبل ابيض قبل الاوان. ده البرنيشس انيميا كاتيولوجي، نظريتين يا اما جينيتيكالي ديتيرميند ويكنس يا اما اوتو اميون ديزيز اللي هو وجود انتي بوديز اجينست ذا بارايتال سيل، انتي بارايتال سيل انتي بودي. تمام. الكلينيكال بيكشر بتاعت هذا البني ادم ايه غير انه ابيض وعليه ملونه وشعر؟ عنده مشكلتين، مشكله هيماتولوجيكال، عنده انيميا، عنده انيميا عنيفه بكل مناظرها اللي احنا قلناها في المحاضره اللي فاتت، هايبرداميك سيركوليشن، عنده بالور، وورم هاندز في الاول، كولد هاندز في الاخر، عنده كل المانيفستيشن بتاعت الانيميا، ايزي فاتيج، بالبيتيشن، ميرمرز اوفر ذا هارت، كل اللي قلته في المحاضره اللي فاتت يبقى موجود عنده. بلس عنده نيورولوجيكال كومبليكيشن، دي اهم حاجه بقى، عنده نيورولوجيكال كومبليكيشن، عنده مشاكل في الجهاز العصبي. ما مش عارفين نفسرها، هي لا تفسر بالانيميا، لان في ناس نفس الهيموجلوبين وما عندهمش، يبقى لا يمكن نفسرها بوجود انيميا. ومش عارفين نفسرها بالبي 12، لان انا لما بدي بي 12 ليت شويه ما يتصلحش. طب لو كانت ناقص بي 12 كانت اتصلحت، زي البلاد بيكتشر ما تصلح، هي ما تصلحش. هي 3 بي، 3 بي في الجهاز العصبي، peripheral nerve, posterior column and pyramidal tract، 3 بي. وبصوا اللذيذ بقى عشان شغل الكتاتيب بقى، ايكوز برنيشس اني بي برضو، وعايز كمان نزودها بلاجرا بتعمل كده، يبقى هما 3 بي كوز باي 2 بي. ده شغل الكتاتيب، البي الاولانيه peripheral nerve تعمل ايه؟ ينمل رجليه منمله، ونعمله ونشكه بالدبيس انه عنده جلاف اند ستوكينج هايبوثيزي، وعنده بيراميدال تراكت ابر موتور يعمل اكسجريتور ريفلكس نيو انكل، لكن الانكل راح، الانكل راح عشان عنده بريفرن نيرف، يبقى اكسجريت الني لوست انكل، وعنده بوستيرور كولم يبقى عنده لوست فايبريشن سنس. تقول لي اوفر ذا ميديال ماليولس، اقول لك طب عنده بريفرن نيرف، لا اوفر ذا انتيرو سبيريور اليك سباين، ما يحسش بالفايبريشن في الحته دي، الحته دي تثبت وجود بوسير كولم. انما لو قلت لي عنده فايبريشن سنس لوست على الميديال ماليولس، قلت طب ايه ما عنده بريفر نيرف، مش هيحس الفايبريشن سنس. اللي يثبت البوسير كولم هو الانتيريور سوبيريور الياك سباين، يبقى عنده 3 بي، عنده بريفر نيرف عملت نامنس وجلافوستوك، عنده بيراميدال عمل اكسجريتد ني لوست انكل، عنده posterior column عمل lost vibration sense over the anterior superior iliac spine، يبقى عنده مجموعتين من المظاهر الإكلينيكية بسبب الأنيميا، مجموعة كبيرة جدا، والسي ان اس مجموعة تانية خالص. الفوليك أسيد يختلف عنه ان جي اي تي، عنده هارت بيرن وعنده ألسرز وكده، يبقى manifestation جي اي تي أكتر من نيورولوجيكال، إنما البي 12 نيورولوجيكال أكتر من جي اي تي. والبرنيشس انيميا اللي بنتكلم عليها ده بي 12 مش فوليك اسيد. ساعات اسال سؤال عجيب جدا في الشفوي، يعني سؤال عجيب، اقول له هو ممكن نستخدم المنظار كانفستيجيشن في الانيميا؟ لازم يقول لي اه، لازم يقول اه. الناس بتوع البرنيشس انيميا بنخش بالمنظار ناخد عينه، ناخد عينه من الاستومك، هتلاقي فيها البارايتال سيلز راحت، البارايتال سيلز راحت ليه؟ لانها مضروبه بالانتي بودي بتاعها او بالنظريه الاولى اللي هي جينيتيكالي ديتيرميند ويكنس. تقول لي ده انفستيجيشن، اقول لك ده مهم جدا، اندوسكوبي مهم جدا. طيب هل ممكن نقيس البي 12 في الدم؟ طبعا طبعا هتلاقي له، مش مشكله. طيب هل ممكن نعمل بلاد بيكشر؟ اظن اللي ما عملش بلاد بيكشر يبقى عايز ضرب البولنخ، ده هو انا بتكلم بجلوبلاستيك انيميا. طب يقول لي البلاد فيها ايه؟ اقول له فيها بانسايتوبينيا،
فيها ار بي سيز واطيه ووايت سيلز واطيه وبليتلت واطيه، ده بان سايتوبينيا. طب ما عملش بون مارو، يا سلام ده انا ابوس رجليك، هيطلع فيها ايه؟ ميجالو بلاستيك تشينجز. ميجالو بلاستيك تشينجز يعني البون مارو كله ميجالو بلاست مش نورمو بلاست. النورمو بلاست دي الصغيره نتيجه الانقسام، دي مش عارفه تنقسم فهي ميجالو بلاست. يبقى عملنا بون مارو طلعت ميجالو بلاستيك تشينجز، عملنا بريفرال بلاد طلع بانسايتوبينيا، عملنا بي 12 طلع ناقص، عملنا اندوسكوبي طلع البارايتال سيلز مضروبه. في تيست مهم جدا كلنا بنعرفه، لازم كلكم تعرفوه، اسمه شيلينج تيست. شيلينج تيست هو الشيلينج تيست اللي عايز ايه؟ عايز يثبت لك البي 12 ابزورب دول لا بس. فبدل ما ادي بي 12 عادي، حد بي 12 راديو اكتف. حلو، خدت راديو اكتف بي 12 طلع في البول، ابقى امتصيته خلاص انتهت المشكله. يبقى حد بي 12 راديو اكتف واشوف البول، لقيت فيه بي 12 راديو اكتف يبقى ده دخل من الامعاء الى الدم الى الكلى الى نزل، يبقى امتص خلاص في حاله امتصاص. طب لو ما ظهرش احتمالين، لو ما ظهرش احتمالين، الاحتمال الاول ان انا خدت البي 12 راديو اكتف لكن كنت عطشان، كنت جعان، كنت ما عنديش ستورز، فرحت مخزنه في الكبد فما ظهرش في البول. الاحتمال الثاني انه لا يمتص، ما عنديش انترنسك فاكتور، معدتي بايظه، ما فيش امتصاص. طب ازاي افرق بينهم؟ قبل ما نعمل التست ده اغذي الكبد زي ما انت عايز، افضل اسبوع ادي بي 12 حقن يفلد ذا ستورز، احفظ الكلمه يفلد ذا ستورز، المخازن اتقفلت. يبقى لو ما ظهرش بي 12 بعد كده في البول يبقى ما عرفش امتص. كنت في الخارج وبقول لواحد خواجه استاذ يعني، بقول له طب ما نقيس بي 12 في البراز، انا هديله ب 5 صاغ بي 12 راديو اكتف واشوف في البراز، طلعوا ب 5 صاغ يبقى ما امتصوش، طلعوا ب 3 صاغ يبقى امتص شويه وشويه لا. فرد عليا الرد لطيف جدا جدا، قال لي في حاجه اسمها بول 24 ساعه، هات لتر او ازازه وعبي فيها بول 24 ساعه. في حاجه يا دكتور حسام اسمها براز 24 ساعه، تقدر تجمع براز 24 ساعه؟ مفيش كده. عشان كده ده اسمه شيلينج تيست. شيلينج تيست بندي راديو اكتف بي 12 ونشوف، ان ظهر في البول انتهت المشكله، ما ظهرش في البول يبقى ما حصلش امتصاص. تقول لي طب possibility ان الكبد خده وخزنه، اقول لك دي ملغيه، لان انا قبل التست ده بدي بي 12 حقن لمده اسبوع كامل فهي فلد فيضان للستورز. These are the investigations of pernicious anemia. هنيجي بقى في التريتمنت، هي نقطه واحده اللي بتوقع البني ادم، نقطه واحده اعرفها واخلص منها. الفوليك اسيد الاكتف بتاعه اسمه فولينيك اسيد. الاكتف بتاع الفوليك اسيد اللي انا استخدمه كبني ادم فولينيك اسيد. الفوليت لازم تحول لفولينيك اسيد عشان استفيد منه. التحويله دي عايزه بي 12. التحويله دي. فتصور ان عيان عنده نقص بي 12 وما اديتوش بي 12 واديته فوليك اسيد بس. يو فيردر اجرافيت ذا ديفيشنسي بي 12. انت كلته عشان تحول الفوليك لفولينيك، ضيعت العيان. اوعى تبدي فوليك اسيد او فوليت الا لما ايه تدي بي 12 قبليه، لان البي 12 مسؤول عن تحويل الفوليك اسيد النوت اكتف الى اكتف فورم، فده يبقى خطير جدا. تريتمنت بي 12 بي 12 انجكشن. طب الدوز حدي 1000 مايكرو جرام لحد ما الهيموجلوبين يبقى كويس. بعد كده الراجل ده محروم من بي 12 العمر كله، يبقى مره في الاسبوع 100 مايكرو جرام فور لايف. خلي بالك من كلمه فور لايف، عمره كله هياخد بي 12 لانه هو غير قادر على امتصاص بي 12 لعدم وجود الماده المسؤوله عن دخول البي 12 جوه الدم. الفوليك اسيد هناخد فوليك اسيد، اوعى تدي فوليك اسيد الا لما تدي بي 12. اخر كلمه عايز اقولها، طبعا طولت عليكم، ان مش كل ماكروسيتيك انيميا از ميجالوبلاست، مش كل ماكروسيتيك انيميا از ميجالوبلاست، كل ميجالوبلاستيك ماكروسيتيك. كل الموز فاكهه لكن مش كل الفاكهه موز.
لما اقول لك فاكهه جايز تفاح جايز مانجا جايز موز، لما اقول لك موز فهو فاكهه. كل الميجالوبلاستيك ماكروسيتك، لكن في ماكروسيتك مع الكرونيك الكوليزم ومش ميجالوبلاستيك، في ماكروسيتك مع البريجننسي ومش ميجالوبلاستيك، في ماكروسيتك مع الليفر سيروزس مش ميجالوبلاستيك. دي اللي بختم بيها المحاضره، نلتقي المحاضره الجايه ان شاء الله.